السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد من دروس التاريخ للصف الخامس الابتدائي، وهو درس الدولة الأيوبية. وكنا انتهينا في الدرس السابق عند الدولة الفاطمية، وبعد سقوط الدولة الفاطمية اللي استطاع صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر، قامت الدولة الأيوبية. والدولة الأيوبية نسبة إلى مؤسسها صلاح الدين يوسف ابن أيوب. وصلاح الدين الأيوبي ولد في تكريت بشمال العراق، وتربى وكبر في بلاد الشام. جه مصر ازاي يا ولاد؟ جمع الحملات الحربية اللي أرسلها نور الدين محمود لمنع الصليبيين من الاستيلاء على مصر في أواخر الدولة الفاطمية. أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي في مصر: واحد، أعلن نفسه سلطان على مصر بعد وفاة الخليفة العاضد بالله الفاطمي ونور الدين محمود. 2، قام ببناء سور عظيم يحيط بكل من الفسطاط والعسكر والقطاع والقاهرة لتحصينهم وحمايتهم. 3، أسس القلعة المشهورة طبعا معروفة باسم قلعة صلاح الدين، ودي بما تفسر، يجي سؤال عليها بما تفسر أولاد، أسس أو قام صلاح الدين بالقلعة على تلال المقطم لتكون مقر لحكومته، لتكون مقر لحكومته. يعني قلعة؟ القلعة هي مكان حصين بيستخدم كمقر للحكم وتدريب الجنود. يبقى لو جاي قال لي اكتب ما تشير لي العبارة مقر للحكم وتدريب الجنود، يبقى القلعة. صلاح الدين معلومة ليكم يا اولاد انه امر وزيره نور الدين قرقوش ان هو يبني له قلعة صلاح الدين الايوبي. في نفس الوقت يا اولاد اللي قامت فيه الدولة الايوبية، كانت بتتعرض الدولة الايوبية لخطر كبير، وهو خطر الحملات الصليبية. إذن الخطر اللي تعرضت له الدولة في الوقت ده هو خطر الحملات الصليبية. طب مين هم الصليبيين يا أولاد؟ الصليبيين عبارة عن مجموعات، هي مجموعات أوروبية جاءت إلى الشام ومصر. سبب تسميتهم بالصليبيين نسبة لأن هم اتخذوا الصليب شعارا لهم. يبقى إذن سبب تسميتهم بالحملات الصليبية لأنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. إيه أسباب الحروب الصليبية؟ يجي سؤال هنا بما تفسر أسباب الحروب الصليبية. 1، ادعاهم ان هم جايين يخلصوا بيت المقدس من ايدي المسلمين. 2، تحقيقا لاطماعهم الاستعماريه في العالم الاسلامي. يبقى اذا في نفس الوقت اللي قامت فيه الدوله الايوبيه كان بيتعرض العالم الاسلامي لخطر الصليبيين. استطاع الصليبيين اولاد ان هم ياسسوا 4 امارات، وهي طبعا الامارات اللي اسسوها بما تفسر. يجي سؤال هنا اولاد بما تفسر نجاح الصليبيين في تاسيس امارات صليبيه بسبب ايه؟ بسبب الضعف والانقسام في العالم الاسلامي في الوقت ده. يبقى اذا بسبب الضعف والانقسام في العالم الاسلامي في ذلك الوقت، عشان كده استطاعوا ان هم يكونوا امارات صليبيه. طيب ال3 امارات هم المفروض، يعني 4 امارات، في اماره منهم تم تحويلها الى مملكه بسبب اهميتها. اماره الراء في شمال العراق، اماره انطاكيا، وبيت المقدس اللي تم تحويلها للمملكة بسبب أهميتها الدينية، وآخر حاجة طرابلس. إذن دي الإمارات الصليبية اللي استولى عليها الصليبيين. يبقى إذن الإمارات الصليبية راء، أنطاكيا، بيت المقدس، وطرابلس. طبعا يا أولاد صلاح الدين الأيوبي هو اللي حمل عبء استرداد بيت المقدس طبعا من إيد الصليبيين، فقام بتجهيز جيش قوي وأسطول بحري، ووحد الصفوف الإسلامية وتحالف مع زعماء العراق وزعماء المنطقة عشان يحاصر الصليبيين من الشمال والجنوب. ودارت معركة اسمها معركة حطين، كانت سنة 583 هجريا 1187 ميلاديا. والمعركة دي استطاع فيها صلاح الدين تقابل مع الصليبيين في سهل أو عند سهل حطين، واستطاع جنوده أن هم يسيطروا على موارد المياه ويحرقوا الأعشاب. وزي ما قلنا دارت معركة حطين، واللي استطاع فيها صلاح الدين الأيوبي ان هو يتواجه مع الصليبيين، واستطاع جنوده ان هم سيطروا على موارد المية وكمان يحرقوا الأعشاب الجافة. وكان نتائج المعركة هزيمة الصليبيين وأسر أمرائهم، وتاني حاجة استرداد المدن الساحلية اللي هي المدن الساحلية زي عكا وحيفا وصيدا. إذا احنا عرفنا ان نتائج المعركة كانت: 1، هزيمة الصليبيين ووقوع أمرائهم في الأسر، وتاني حاجة تحقيق الانتصار وتحرير المدن الساحلية في الشام اللي هي عكا وحيفا وصيدا. طبعا
استطاع صلاح الدين الأيوبي أن هو يدخل بيت المقدس في 27 رجب ويرفع الأذان في أرجاء القدس الشريف، وكمان يا أولاد قامت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. وأمر صلاح الدين الأيوبي بجنوده بأنهم يعاملوا الصليبيين معاملة حسنة، وكمان يحترموا المقدسات المسيحية. وده يدل على يا أولاد، يدل على تسامح صلاح الدين مع غير المسلمين، مع غير المسلمين. بمجرد معلم أمراء أوروبا أن بيت المقدس وقع في يد المسلمين أو وقع في يد المسلمين، قاموا بتجهيز حملات، وكان أشهر الملوك هذه الحملات هو ريتشارد قلب الأسد، واللي توجه مع صلاح الدين في كثير من المعارك، ولكن لم يستطع أنه يهزم صلاح الدين، فعقد صلح اسمه صلح الرملة 1192 ميلادية يا أولاد، والاعتراف به كان نتائج صلح الرملة الاعتراف ببقاء بيت المقدس تحت يد المسلمين. وبعديها بعام واحد سنة 1193 توفى صلاح الدين الأيوبي ودفن بدمشق. طبعا تم عقد صلح الرملة مع صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، توفى صلاح الدين بعد صلح الرملة بعام واحد سنة 1193. بكده يبقى انتهى درسنا يا أولاد، أهم الأسئلة بما تفسر تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم، قلنا نسبة إلى أنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم، كمان بما تفسر إقامة صلاح الدين الأيوبي القلعة قلنا لتكون مقر لحكومته. بكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، أشوفكم في درس جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.